وش الخوت، السلام عليكم، كي جايين؟ لاباس بخير الحمد لله على كل حال. ثم الخوت جينا بعد الفيديو، شحال هذا مرمت شي فيديو في القناه، رمي هذا الفيديو هذا نولعوا به الاخوان، شحال هذا مرمت شي فيديو في القناه بالحكم تاع ان المدرسه وقضيه شويه وقطع عامره. المهم راكم عارفين هادو هما الحميمه تاعنا، هادو هما الماكن الفواياجر. داير لهم هاد البلايصات تاعهم، هادو الكرة تاعهم كيبيضو. هادو السجينة تاعنا، اللهم بارك. خلينا ندير واحد التوليعة خفيفة. نبداو بهاد الجوجة تاع النيكو في الكحل، هما كي كيجمعو العشبة يبيضو ان شاء الله. تبارك الله، هاد الوقيتة هادي راه الحما مبيض فرخ، اللهم بارك. هنا الفريخ تاعهم، هذا الفريخ تاعهم، اللهم بارك. هادو جوج فريخات تاع الطاكلة، ها بصحة جيدة اللهم بارك. واللي يجيو معاوتاني راه ملصقين تبوعبا ويبيضو ان شاء الله، تبارك الله. كما قلنا هاد الوقيتة هادي راه هي تاع الفراخ، كيبيض فيها الحمام وكيولي بيض فرخ، كيحط الحمام بيض فرخ، اللهم بارك. وهنا جوج تاع النواكه القراط، جوج فريخات تاعهم، اللهم بارك. تا مرة بنا ليا كيدخلو لهاد السليلة هاجي باوي بيضو فيها عاوتاني ان شاء الله. اجي الانت هاد الدكر، اللهم بارك، جاتني كوم ممتازة تبارك الله. هنا جوج فريخات، سبحان الله العظيم، واحد طالع زرق وواحد طالع بحال لون تاع وريجيه رصاصي، اللهم بارك. اجي مو هذا هو باو الرصاصي، تبارك الله تاوره ممتاز. وهادي جوج تاع النيكو النحاسيين، حيدتو من ديك السجينة، هرسو البيض تاعهم وانا نجيبهم حطيتهم هنا مع النيكو في هاد البركة الكبيرة. تمرة قرب البيض، اللهم بارك. وهنا جوج فريخات تاع النيكو النيت، واحد قرطاسي وواحد فيه الكحل في ظهرو وفي راسو. ولي يجيهم أهمهم هي أمهم وباو ماو، اللهم ما بارك. الحمام في الشوع باقي قاع ما عطيتهم، الله طلع بالي الجو مشمش، كنا نضربو شي فيديو اخوان، شحال هاجي مرمينا اليوم شي فيديو. ندوزو لهاد السجينة الاخرى، بسم الله. نبداو هنا من الفوق، هادي جوج تاع الفعل راهم بيضين، اللهم بارك. هادي جوج تاع الكازي تاهم راهم حاطين البيض، هاي سخرنا فيهم. وهاجي جوج تاع الطاكلة، راه البيض تاعهم قرب يفقس ان شاء الله. هذا الذكر، هاي الانثى،
اي انتو اللهم بارك. هذا تكير تاع لي زيرون ديال الكركاع على البيض، الله بيض حتى هما. هو الدكر وهنا جوج تاع الطونيك. هاديك النهار قالت كي تابز تكر مع واحد تكر اخر على لوكر، هما يرسو البيض تاعهم، تيرس ليهم البيض ابي يعاودو يبيضو ان شاء الله. جوج تاع كرافات شينوا راهم بيضين، خلاو الطاجين مشاو بيضو في ديك القنيطة، خليهم على راحتهم. المهم هذا ما عطل الاخوان في هذه السجينات هذو تاع الوالدين. نجي نشوف هذه السجينة هذه، بسم الله. الذكر تاع الغازي اللهم بارك، شايف شوية يعني. يمكن الذكر تاع الغازي نقلبوا لي على شي حمامة. كاين هاد الفريخ تاع الغازي الزرق اخو، ها هو راه في البدالة، قربوا يلحقوا ان شاء الله. طلع فيهم شي نتيوان حتى هذاك الذكر. هذا التكير تاع الطوسي تاعنا، الندوه اللي كنا دايرين في المسابقة راه عطاها واحد الاخ، واللي جاب اكثر واللي ربح في المسابقه جاب اكثر عدد تاع لي جيم، الله يسخر ليه. وهادو جوج الكره تاع كرافات شينوا، الا بغيتو نديرو عليهم شي مسابقه خليوها في الكومونتير، نديرو عليهم شي مسابقه ان شاء الله في الفيديو الجاي على شي ذكر منهم. وهذا الذكر تاع النيكو جبت جويجه ونتو ربات ليا، بقى ليا الذكر ماشي مشكل. هادش اللي عطا الله بهاد السجينة هادي. ناد جات عني كود سرقة راه بيضة اللهم يسر. هاهو الذكر راه كاركع على البيض، هيا الأنثى تاعو. مبارك. وهنا هاد الدجاج ديال الكازي اذكر انتوا راه مرا الله فرخوا شي فريخه تاع النيكو في الحمر، اللهم يسر لنا فيهم. هادي جوج تاع الساكس بيرا باقا تلقاها هنايا، تنخويلها ان شاء الله شي شي بلايص من هنا نديرهم فيهم، خلوهمش متلوقين. المهم هذا ما كان الخوت، ما تنساوناش بواحد ابوني وواحد جيم شي كومونتير. كما قلت لكم خلو لي كومونتير واش ندير مسابقه على واحد من ذوك الكره تاع كرافات شينواز. المهم ما تنساوناش بابوني وجيم شي كومونتير زوين، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش تزيد تكبر القناه ان شاء الله. هذا ما كان الله يسر الامور.